طب قولوا لنا مقادير السلطه يا اولاد، قولي لنا كده المقادير. عملنا سلطه بلدي هنا، انا بموت في السلطه البلدي. عشان نطلع منها الميه بتاعتها. اوكي يلا اتفضل. 2 ثمره طماطم متقطعه مكعبات، 2 ثمره خيار مكعبات. طبعا تقطيعه السلطه الخضراء على حسب كل حد، بس هنا لازم تكون كبيره عشان ما تتبلش. بصل احمر واخضر شرايح، حزمة بقدونس مفروم، خس بلدي، فلفل حار، شبت مفروم. الدريسنج 2 فص ثوم مفروم، ربع كوباية ليمون، ربع كوباية خل أبيض، كوباية مية متلجة، معلقة صغيرة كمون مطحون، معلقة صغيرة شطة، ملح وفلفل.